عايزك تكون عارف حاجه ولازم تكون عارفها، ان النجاح مش سهل، والا كنت تلاقي كل الناس ناجحه حرفيا. النجاح ده محتاج سعي كتير قوي ومجهود متواصل كتير واصرار وهزيمه، وان انا ما يأسش خالص وان انا ما استسلمش خالص. فاعرف لو انت عايز توصل للي انت بتحلم بيه وتوصل للهدف بتاعك وتوصل لحلمك، انت لازم تكمل، انت لازم تستمر. اوعى اليأس يخبط على بابك كده، ان صدقني لو اليأس اثر عليك دلوقتي هتندم طول عمرك. انا عارف ان انا عشان اوصل لحلم ان شاء الله لازم عزيمه متواصله، لازم جهد مبذول على طول دايم، ان شاء الله ابقى مكمل. هقول ان انا ما اوقفش، هقف بس امتى؟ لما اوصل لحلمي واحققه ان شاء الله. بعدين يلا يا باشا ركز معايا.